قلت زوز كل اخواننا اللي راسلوني من هناك يقولوا لي عملوا لنا عملية حصار رهيبة، آلاف من عناصر الدرك، وطبعا الدرك العادي والدرك الخاص، آلاف، هذا كلهم آلاف، فيهم الدرك بكل تصنيفاته، فيهم الشرطة وفيهم اللباس المدني وفيهم مخابرات وفيهم قوات خاصة من الجيش وفيهم الحرس الجمهوري وفيهم الأمن الرئاسي. لا تتصور حجم الأعداد اللي داروها. كون كانوا باش يروحوا يغزوا قارة ما يدوش هاد الأعداد، والشاحنات والفورغون والكات كات، شيء يعني نتاع الإبهار نتاع التخويف. وين رايح؟ مدينة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة. هذه هي كانت الفيديو، يعطيكم الصحة على المشاهدة. ولا عندك شوية وقت زيادة، أي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجبتكش، هي الأخرى قدامها. وربي يحفظكم خاوتي، أتهلاو، السلام.